التراث بيضم اللبس العربي، الرقص العربي، رقصة الشيخوني، وهالشباب عم تتعلم. ارمى بسمع من مارت النعمان، كنت محافظ على التراث الرقص العربي، علمني اياه والدي وتميت محافظ عليه، وبعدين قمت بجمع مجموعة من الشباب صار دربنا على الرقص العربي لأنه هو تراث بهمنا يعني. وبعدين تهجرنا وجيت هون أقمت مدينة الباب، وظبطنا الوضع في مدينة الباب، قمت بجمع مجموعة من الشباب صرت دربهم على الرقص العربي حتى نضل محافظين عليه لأنه هو تراث، يعني تراث أجداد أجدادنا. عبد المنعم الأخرس من مدينة الباب، شفته بأحد الحفلات لكرمه وحبيت أتواصل معه أوصل إله، والحمد لله توصلت إله، شفت التدريب عنده وتدربت عنده، الحمد لله يعني الوضع كله كويس ونحن كلياتنا مثل أخوة. أكثر شيء السيف والترس، تراث قديمة يعني تعلمته والحمد لله. من المعرة يعني صنع تراث المعرة تعلمناه يعني من جدودنا وآبائنا وتدربنا على ايدين الأكبر منا القديمين يعني، ايه ونحن محافظين عليه لهلا، وعلمت أولادي والأولادي علموا رفقاتهم، والله الشباب كفوا بس نحن يعني كبرنا على هالسالفة، بس الشباب مستمرين.